هلا وسهلا. شوفوا، خلونا نتفق. اصبر. ايه خلونا نتفق اليوم لحد يدقق فيني. تكليجات الين قبل ما نمت زين، ومش على ما نام زين، وجايين من دواماتنا، بس كله علشان خاطركم. اليوم مش عندنا، بسم الله، اليوم عندي مشخول هندي بنكهة هندية. خلني اوريكم اول شيء. هذا السمك تبلته بهارات برياني وزيت زيتون بس، وهذا الجمبري بيكون زي الحشو برضو بهارات برياني وزيت زيتون وكركم كل اثنين، بصل، بصل اخضر، فلفل اخضر، طماط، فلفل احمر، كاري، ليمون اسود، ملح، كزبرة، ليمون. اللي بيصير بشوح السمك لين يتماسك، بعدين اخش على الكشنة. اسمعوا، قلت لكم بكلج واجد، فاليوم ماني بشارع كثير، بس ركزوا معي. اليوم شيء في المخ. مشينا. اول شيء قلت لكم بشوح السمك، بس ترى ما يستوي، بس عشان يمسك ما يفرط معي اذا حطيته في فوق الرز. فيما نقلي السمك، زيت سمن، هنا حطيت سمن شوي، بكشن البصل الحين. هذه السعادة، يحمر بس. واعطيك الخطوة الثانية. خلاص قليته، ما استوى، بس مسك في بعض، بس علشان اللي حطيته وفوقها الرز ما يتفكك، يتماسك شوي. الحين نروح نكمل حشوتنا. بصلنا تكرمل، بصل اخضر، وين البيز؟ بسم الله. حلو. وبعدها يا طول العمر فلفل. وبعدها يا طويل العمر، بسم الله، عطني ليمون اسود، كاري، كزبرة، رحمس، حمص بسيطة. أطلع منها شيء أبغى حشو فوق. لحظة، هذه التتبيلة نفسها حقت السمك، نفسها حقة السمك. ها اخذ منها، وهنا هذه. ليش؟ أعلمكم ليش، بس مو بالحين، خلها كذا على جنب. الحين واسي، طفي النار. الطماطة الحين، بعدين فوقها السمك. خلصنا كذا، صف السمك. حلوين. وش بصير؟ اللي بصير الحين، خلصنا كذا تقريبا. هذا الزيت نفسه تحت زي ما شفته تو، ما في زيت ابدا ابدا. الان بسوي الحشوه حقت اللي فوق، هذا اللي تحت بسلق الرز نص سلقه وكبه عليه، وبسوي الحشوه اللي فوق هي اللي عليها الكلام. الحين بشوح الجمبري، بس تشويح نص استوى او ثلاث اربع، اقل من نص استوى بعد. لازم تكون الصاجه حاره عشان ما تطلع السوائل حقته. احطها كذا واعطها رشه ملح، لان تراها بدون ملح. اليوم الهواء ما قصر معنا ولا هو مقصر. بس تشويحتين ثلاث، تقليبتين ثلاث، يتغير اللون بس. واحطه على الكشنه هذه اللي قلت لكم ابيها، احطه هنا، اخلطها سوا، وهذا بيكون حشو فوق الرز. خلاص هذا اللون المطلوب، او هذا الاستواء المطلوب. ترى ما استوى باقي، بس بيكمل على البخار. وهذا البصل الكشنه اللي قلت لكم ابيها،
حلو، قلب خلاص كذا. وش باقي لي انا؟ ما عاد بقالي الا اسلق الرز نص سلقه واكبه على ذا، واحلى مشخول بنكهه هنديه. حطينا مويه بس وملح، وهنا ترى حطينا ملح شوي، حطينا شوي بس، زود عن الخاطر. وابغى الزيت هذا، هذا الزيت اللي انا قليت فيه السمك. ينسلق نفس الطريقه 70%، نصفيه ونحطه هنا، ونحطه بعدين نحط فوقه الحشو، واقسمه بقصدير وخله 25 دقيقه 30 دقيقه نار هاديه يتمسمس على راحته. واحلى مشخول بنكهه هنديه تاكلونها. وبعد ما خلص بنخش على استاذ مشعل، عنده شيء كذا ما ادري وش هو اليوم. تنزل مشعل وبيطبخ. يلا يلا. الليمون مع السمك اصدقاء يحبون بعض، فعطها عصره ليمون كذا ما يضر ترى. بخر الفصم، اذا طاح فصم لا تخليه. فيما يستوي الرز حطينا حباحرنا وبس. والله جاني ضيف الله يامره يطلع معي يذوق، بس ان شاء الله بحاول فيه ان شاء الله انه يوافق. اخذ الاستواء، تو باقي، ها باقي قاسي، باقي حب شوي قاسي. انا ابيه نثري، مو بحب، حب عادي يعني، لا تاخذوا بكلامي، استوى يعني يبغى له شوي. صفيه، خلني اصفيه وارتبه. وخر وخر، ترى اليوم اكلد واجد انا. وخر، بسم الله. نفس الزيت اللي قليت فيه السمك، عطى رشة بس كذا. حلوين، تاخذ حشوتك. والله اذا التهوى فيها ثقل مو طبيعي، بيلها واحد راعي اسمه يسمونه ذا الجيم ذا، شو اسمك اليوم؟ اوه مو لازم نقول اسمه، ذا عومه ذا ما يبي اسمه. صعبنا صعبنا، خلاص سكر قصدير اكتمه واعطيه ابو 25 دقيقه على نار هاديه، خلي الرز ياخذ راحته ويتمسمس. وندخل عند مشعل، بنرفز مشعل الحين، اقول له ما لي دخل، بروح اقعد. صورها، ها صورها زين، اقعد ولا علي منك. الله يقويك. ما دام تسوي فيني كذا انت؟ لا انت جلست، بضيف لك انا، كيفك روح ما تبي. لا ما بيك تضيف لي، ولا اضيف لي ولا اضيف لك. طبختي فينا ولا تجيها ولا تلمسها لو سمحت. قلبي ذقونا الحين. ما علي منك انا. ما لقيت لك طاوه متربعين برا على اكلك. طاوه هي حد حقتي، كويس تعتذر على نفسك يعني. اكلك حق طاوه. وما خليت القطوه الحين تصفق على الطاوله. ما يخالف ما يخالف. يا هلا وسهلا. طبعا ابو بدر اليوم الظاهر انه حاسدني ما يبغى يطلع معي. بس انا متحدي اسوي ربيان وانا ما اكل ربيان. طيب شو اسمها، شو اسمها يا مشعل؟ لا 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 لا، قل والله انا خنطلت عاد طلع. لا لا قل الاسم اللي قلته. خنطليني. قلت له وش اسمها؟ قال اسمها خنطليني. ايه وتبيني اطلع معك بخنطليني؟ دقها انا بتفرج. يلا طيب خلينا نقول المقادير على السريع. ايه ربيان، ثوم مدقوق، حليب جوز الهند، زيت زيتون، ملح، زبده، كزبره، كركم، فلفل اسود، مكعبات مرق الخضار مو بالدجاج. حلوين. مشينا مشينا. يسرق يسرق. يلا يلا نشوح الربيان. طيب معليش مشعل، شوح لين يستوي ولا لا؟ تشويح بس. وبشيله بعدين نكمل. يا اخي مقاديرك خفيفه مره. ايه شغل خفيف. والله تعلمت مني يا اخي. كفو، ازود النار. اجلد يعني قصدك لين يتغير لونه وبتشيله؟ يتغير لونه وبشيله بس. حلو، اصبر اصبر. طبعا بعطيكم معلومه، مشعل ما يواطن الجمبري ولا ريحته ويطبخه، فاضطريت اشيله عنه، ولا هو يبغى يشيله هو. انا اكمل الطبخ اللي بعده يعني. الحين اكبها بمويتها بكل شيء. كل شيء ممتاز. يلا سم الحين اولع لك النار. اصبر اصبر. يلا اليوم انا مشعل امسك. يلا بعد كذا وشو؟ في نفس التاوة زبدة. طيب أعطيك معلومة، الزبدة دائما إذا تخاف عليها تحترق حط زيت معها شوية زيت زيتون أو زيت عادي عشان ما تحترق. بس بس
شاء الله. زبدة واجدة. مالي دخل انا ها؟ نفس التاوة، زبدة، زيت، ثوم، بهارات والمادي. كله على كله يعني؟ كله على كله. بس تقريبتين طلع الريحة. حلو. بعد الريحة نضيف الحليب. لا 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 خطير الولد. كيف يا مشعل تسوي ولا تاكل؟ اصبر. وتسبك ونرجع لكم. الحين نرجع الربيان. عقب ما تسبك الحليب. ايه وخليه يتسبك معه اكثر. ممتاز. ونملح. بس لا تنسى لك حط ماجي. ما عليك. شنو اذكرك؟ مرق خضار. اي مرق خضار يا ربي. لا لا لا. بس خلصنا. تتسبك اكثر وطفي النار. شكرا. والله يا اخي طبخة خفيفة لطيفة. بس ان شاء الله انها ما تصير على اسمها. لا لا ممتازة. ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شوف طبعا رشينا عليها صرار حايل. خلنا ناخذ تجربة. نشوف طبعا انا بسميها خمطليني مشعل. انت اللي قايلها مو انا. يلا دقي من الحلال. حايبه تبدا مره. لا لا بالعكس ما تخفي. والله يجي منه. يجي منه. صدق؟ والله يجي منك. بالعافيه والله. لا 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 خطير الولد. اخذ لك ثلاث حبات من بعض. خلاص وخر العاد وخر ملة. بسم الله. بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شيخ هذا كلام الزين. الحين طال عمرك تشيل الحشو. لحظة الدنيا يبيلها خليني اشيل الحشو وارجع لك. بسم الله حفاظا على النعمة. ويدي ما تساعدني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون طقطقة ما في فايدة من طقطقة القدر. بس يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تكفى 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 تكفى. أيوة هو ده المطلوب. هو ده المطلوب. لا 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 مصورنا تشقق. اصبر اصبر وقف الكاميرا خلنا نرتب الدنيا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هذا المنظر. خلنا نجرب مع بعض الحين عشان في عندي ضيوف يستنوني. في حاجه واحده انا غلطت فيها ولا حد غلطها. لعلي وصلت المعلومه بس ما وصلت صح اللي وصيته. شوف سخيف تبغى تسوي مشخول لازم تكون عريضه عريضه اعرض من كذا علشان ما تتفكك معك زي كذا. هذه غلطه ولا ما فيها يعني ما تغير النكهه. شيء ثاني هذا القراره. هذا هو الزبده تحطها هنا. هذا لك شويه جمبري معها سميته. شوف ما شاء الله البياض ما شاء الله تبارك الرحمن. اخلط يلا شرد كيف الحبه بالحاله ما شاء الله. والله يا مشعل انك محروم وما عندك سالفه. تمسوا على خير في امان الله. نراكم وقتا اخر.